غيرت سكار بقى هنا بس كده. بيغير عليا جدا من الحب، ما بيحبش حد ايه يقرب، فهو دلوقتي التليفون بيقرب نصه بيعمل ازاي؟ كلها غيبة. خلاص خلاص بس. طيب لو انت فاكر بس ان انت اللي بتاخد علاج، لا سكار كمان بياخد علاج. انا دلوقتي دي حبايتين لازم هنديها، بس احنا ايه؟ هنديها له ازاي؟ هنقسم واحدة نصين واللي بعدها ايه؟ ربعين كده. فاحنا هنديله الربع ده على مقاس جسمه، هو الربع ده حلو عليه قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ على كده؟ لا مزاجه مش حلو. تعالى خد بس. هاخدها ولا هنسيبها؟ كاش طبعا. هو مكبر كبير شويه وما بنتهلوش بالطريقه دي خالص، بنحطها له في قلب ورك فرخه مثلا هو يبدا ياكل، انما دي الطريقه المثاليه اللي دلوقتي. طبعا احنا نديله ربع بكره، هنسيبه بكره ونديله بعده كمان ايه ربع، وبعد بقى ايه 15 يوم تاني نديله ربع تاني. حط على انت مالك النهارده؟ مالك النهارده؟ مالك النهارده؟ مزاجك وحش ليه؟ طبعا يا جدعان هو عايز يلعب ويهزر. طلبه ما عدى في اي حاجه بس كده. لا لا فض فض. طبعا الفكرة ان ده واكل وقت الاكل بيبقى عادي جدا، يعني هو بيبقى واكل وشبعان غير لما يبقى جعان. لو جعان اصلا بيبقى محترم عشان عارف انت هتجيب له اكل، انما لو بيبقى واكل ومش عايز حاجه منك بيقلي بيه عدواني في الهزار بقى. هو مش بيبقى شرس بس عدواني في الهزار. خد يلا خد يلا تعال كور كور خد يلا 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 خد خد يعني في مشكلة كبيرة من سكار. شافنا انا بحط له اكل في الكيسة، الاكل يبقى في الكيسة، فهو بقى يروح يمسك اي كيسة على اساس ان فيها اكل. فاحنا هنغلوا الفكرة دي خالص، مش هخليه يشوف الكيسة. تعال طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين سكار متضايق. متضايق ليه؟ عشان واكل وشبعان بس كده. لما يبقى واكل وشبعان بيبقى حالته المزاجيه ايه؟ عنيده جدا، ان هو مش عايز ياكل. بص ان هو خلاص بقى مش عايز ياكل ولا عايز اكل ولا عايز مننا حاجه، فيبدا ان هو يبقى ايه؟ شخصيته عنيده معاك. عشان كده انا ايه؟ بفضل ان انا ما اكلوش غير بعد ما اصور بيه. شوف حتى النظريه ديت هما بيمشوا معاه في السيرك كده، يبداوا يعملوا العرض بعد العرض يكافئوه صح؟ طبعا هو كده الديتيل خدها. حشرات احنا ما حميناهوش خالص في ال، تعالى خش جوه بقى كفايه عليك بس كده. طبعا يا جدعان الحشرات احنا ما حميناهوش خالص، الشتا وكان هو لسه بيبي صغير، لسه بيبي برضه بس الوقت شد شويه، فنبدا ان احنا نحميه وفي الصيف كده بدرجة الحرارة دي، يعني احنا لسه بنبدأ نحمص خالص.
دمه يبدأ يلعب لما قلبه نص كده قلبه قوية جدا بس لا 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 عيب عيب طبعا لما يغلط في حاجة مش ضربه خالص احنا بس بنحاول ان احنا ايه نزعق له نعمل له صوت هو يبدا ان هو ايه سيطره شويه انما ضرب لا لان الضرب كده كده لو اسد كبير هو هيكسبك لو انت هتتخانق معاه فهو هيكسبك لازم انت ايه تبقى مسيطر في شخصيتك كده بيفرض سيطره يوم رايح ماسك في اي حاجه حاسس ان انا رايح اشدها منه بس افضل حاجة في الحالة دي لما هو يمسك الكيسة او حاجة وعايزك تروح تشدها منه سيبها له سيبها له ايه وسايسه من بعيد كده في حتة فرخة حتة لحمة بعد كده هو هيجيلك انما هو اللي سود عنادية انت عشان هو يمسك حاجة وانت تروح تعاند معاه هو هيحب يعمل الحركة دي كتير مش مثلا ان انت تضربه هيقوم ايه يبطل يعملها زي دلوقتي كده هو بيعمل كل ده مستني ان انا راح اخدها منه ما نديلوش فرصة للحتة دي بس كده احنا هنحاول دلوقتي ماسكها اهو هنحاول ان احنا نديله نطلعها نشوف هيجي ولا لا هو عنيد جدا هو واكل بحالته مش هنخد تعال بس عايز يلعب طيب النهارده كده خلصنا الفيديو بعسكر ويلا ايه خلاص الفيديو السنه بتاعه الجايه هتبقى جامده جدا فوجئت الفتره الجايه يلا دلوقتي احنا ننزل سكور معانا تعالى يلا عايز يلعب تعالوا كده بص بيعمل ازاي طب 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 تعالى يا جدعان هو ايه بيحب اللعبه بس هو بيلعب معاه برضه بنفس طريقه لعبه بص هو هيجي دلوقتي هنا كده بس كده طيب سكار ما هايبر دلوقتي وعايز يلعب بصوا كده هيجي ازاي بص 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 يا يلا هوبا يلا 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 بيحب اللعب جدا هو اصلا بيخاف لما انا اوريكم دلوقتي حب سكار وفاء سكار لما ابعد عنه هيعمل في مقلب اللي انا بقى مش موجود دلوقتي شوف هو يعمل ايه يعني انا مثلا دخلت جوه شوف هو ممكن يفضل يعمل كده والله ساعتين ما يزهقش شوف اول ما يعرف انا هنا لا اطلع على الكرسي وتعالى اطلع على الكرسي وتعالى يا ابني ممكن يبدا يعمل الحركه دي كتير هو بصوا إيه هو مفتوم على ايدي يعني مفتوم على ايدي فهو بالنسبه له دلوقتي ايه احنا اللي مربيينه زي ابوه مثلا كده شوف 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 هو اصلا بيخاف لما تعالى تعالى شطور طب يا جدعان الوفاء اعملوا كسف دور وشجعوه بقى عشان تربي السبع لازم تكون سبع السبع لا يربيك لا تربيه حاجه من الاثنين صح؟ طبعا مزاجي جدا يعني حالات مزاجيه حلوه وحالات تبقى وحش فانت بتدخل عليه بتبقى عارف لان ده غير صغير ده جاي كبير شويه
اصلا كان جاي بيعض وبيهجم، فاحنا مع الوقت ايه خلينا يحترم نفسه. فالسبع بالذات لا تربيه ما يربيك، حاجه من الاثنين، فمش سهله جدا، والتعامل معاهم مش سهل خالص ومش احسن حاجه. فاعمل شركه كتير وكسبزور ومتابعه عشان الانتقالات الجايه افهمك عنك اكتر، بس كده.